بدأنا إنه ننتج طلبات بتخص شهر رمضان من مخدات، مفارش، فوانيس، معلقات للحوائط، باب البيت، ممكن فوانيس صغيرة هيك للأطفال بأسمائهم، برضو تعتبر هدايا مميزة. تقريبا إحنا في اليوم بننتج من فانوسين لثلاثة، طبعا لأنه إحنا بس إحنا تنتين يعني اللي قاعدين بنشتغل، وهذا كله طبعا شغل يدوي وبياخد وقت ومجهود. نستنى شهر الخير عشان نشتغل فوانيس كل سنة، لأنه شهر رمضان شهر خير والإقبال على الفوانيس بشكل كبير، فإحنا بنعد لرمضان قبل بأشهر، تمام، وعشان نلبي احتياجات الزباين. وشهر الخير كمان دخل مادي، يعني بدر علينا دخل مادي، صناعة الفوانيس بدر علينا دخل مادي بشكل كبير يعني، الحمد لله.